تحية طيبة لكم مشاهدينا عبر شاشة قناة أوغاريت ومستمعينا عبر أثير أمواج اف ام بحلقة جديدة من برنامج بخدمتكم الذي يعنى بالحديث عن كل هموم المواطنين التي تستدعي التوقف عندها ومتابعتها بشكل فاعل مع المعنيين. في حلقة اليوم مشاهدينا سنتحدث عن مشكلات النقل من مدن وبلدات المحافظة إلى المدينة والتي تعد مزمنة وصعبة ومعقدة، فالموظفون وطلاب الجامعات يعانون الكثير نتيجة قلة وسائل النقل الجماعية، ويوما بعد يوم تزداد معاناة مستخدمي وسائط النقل سواء كانت داخل المدينة أو خارجها، حتى بات موضوع قطاع النقل يشكل هاجسا حقيقيا أمام الجميع. فماذا عن واقع عمل شركة النقل الداخلي باللاذقية؟ وأين هي من معضلة النقل القائمة؟ وهل تلبي خدماتها مطالب ورغبات المواطن؟ هذا ما سيحدثنا عنه ضيفنا في الاستوديو المهندس طارق عيسى مدير عام شركة النقل الداخلي باللاذقية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. يسعد صباحك أيضا. كمان بيسعدنا نكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور مالك الخير عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل باللاذقية، وأيضا العميد بسام سعود رئيس فرع المرور باللاذقية. ولكن مشاهدينا بداية اسمحوا لي ذكر بأرقام الهواتف للتواصل معنا مباشرة عبر الأرقام 229 200 245 294. رح أرجع عيد الأرقام لكل حدا حابب يطرح مشكلته للأستاذ المهندس طارق عيسى خلال حلقتنا لليوم 229 200 245 294. بدي ارجع صبح عليك. لك يسعد صباحك استاذ طارق. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ. يعني مشكله النقل نحن بنعرف كلياتنا اليوم في ضغط كتير كبير على وسائل النقل الداخلي، في ايضا صعوبات حضرتكم عم تواجهوها، رح نحكي بتفاصيل كتير خلال الحلقه، ولكن بدايه اسمح لي نبدا بواقع واليه عمل مديريه شركه النقل الداخلي باللاذقيه. تماما. هلا بالنسبة لشركة النقل الداخلي باللاذقية كواقع تشغيلي لها، هو عم يتم تشغيل باصاتة اللي عم يتراوح عددها أو وسطيا يوميا حوالي 90 باص. عم يكون عامل على 14 خط ضمن مدينة اللاذقية وعلى خطوط مناطق المحافظة. عندنا خطوط دائمة باتجاه مدينة جبلة، هذا خط دائم يبدأ الساعة 6:30 صباحا بالانطلاق من مدينة جبلة من مركز الانطلاق وصولا إلى جامعة تشرين إلى دوار الزراعة. طبعا هذا الخط كميزة هو بيخدم الطلاب والموظفين بالذروة الصباحية وبيوصل للجامعة بيغنيهم من النزلة بالكرة. تماما بيوفر عليهم استقلال وسيلتي نقل. هي بالنسبة للفترة الصباحية. طبعا بالإضافة لخط جبلة في عنا باصات عم تتوزع على مناطق المحافظة بشكل يومي صباحا، ابتداء من مدينة القرداحة باتجاه محور الحفة، باتجاه وطل خان محور الحفة الحارة عين التينة، باتجاه مشقيطة الطارقية وزغرين. هلأ هون هذه المناطق اللي عم تتخدم بشكل يومي صباحا. هلأ ظهرا عم بحكي، هلأ أنا خارج المدينة حديثي، هلأ ظهرا عم يتم تخديم أيضا خط جبل اللاذقية اللي عم يبدأ تخديمه تقريبا من الساعة 11:30-12 من باب الجامعة مقابل مشفى دراج. كمان الغالبية العظمى لطلاب جامعة تشرين عم ينطلق حوالي 11:30-12 مثل ما حكيت باتجاه كراج مدينة جبلة. طبعا عم يكون في عدد نقلات بين مدينتي اللاذقية وجبلة من الصباح، يعني ضمن الذروتين عم يوصل بين 40-50. طبعا بفترة فتوح الجامعة من شهر أو شهر ونص كان أكثر، هلا شوي يعني نزل العدد تقريبا 40-50، كنا عم نوصل للستين نقلة بين جبلة واللاذقية. يعني في باصات عم تخدم تنقيل الطلاب وتأمن وصولهم بطريقة سهلة. تماماً. ما في تأخير بالباصات أو مثلا أنه قلة بالباصات. هلا لا لك شغلة، اليوم هيدا مطلب يعني. هلا نحن إذا بدنا نحكي عم نحكي بخط جبل اللاذقية. هلا بخط جبل اللاذقية الإمكانات اللي عم تتوفر عنا عم نبعتها. يعني الخط شو عم نقدر ندعمه؟ مثلا هو مخصص عليه حوالي من 10-15 باص عم يروحوا جولة أو جولتين.
لما بيكون عنا إمكانات أكثر عم ندعمه أكثر، ولما عم تتطلب الحاجة أكثر كمان عم نحاول ندعمه أكثر. كونه هو الخط أساسا مخدم بسرافيس جبل اللاذقية واللي عددها فوق 300 سرفيس، ونحن ما نقدر نلغي أنه حضرتكم عم ترعوا ساعات الذروة وعم بيكون تمام. في تلبية لمطالب معينة بساعات ذروة عم تم تدعيمها بشكل أكيد أكبر. أكيد ما هي الشركة أعلى تشغيل عم يكون فيها بساعات الذروة. نعم. هلأ بالنسبة لهذا الخط، هلا هو الخط كمان نحن بلجنة نقل الركاب وطروحات صارت كتيرة، صار في تسيير للقطار بين جبلة واللاذقية خفف شوية، كان رحلة أول شيء صار رحلتين صار ثلاث رحلات، خفف الضغط على هذا الخط، والباصات عم تكون داعم دائما للخط لأنه أنا ما عم بيشتغلوا بشكل كامل، إنما نحن عم ندعم هذا الخط بهذا العدد من النقلات والباصات خلال اليوم. نعم. كونه من إذا بدنا نقول من أكثر الخطوط العليا تدفقات نقلية باليوم. نعم. طيب جميل هيدا الكلام أستاذي الكريم. نحن كلنا بنعرف إنه في عندكم مجموعة من الباصات اللي هي قديمة. نعم. وأيضا مجموعة من الباصات اللي هي جديدة إذا فينا نقول حديثة يعني نوعا ما. طيب لآلية عمل هيدا الباصات لازم يكون في تضافر جهود معينة بين عدة جهات مثل لجنة السير مثل مديريات النقل المواطنين، كيف عم بيتم التنسيق أنتو بهيدا الموضوع؟ تمام. هلأ نحن أول شيء لنحكي على شركة، على الشركة العامة للنقل الداخلي. في بالشركة العدد الأكبر من الباصات الموجودة فيها هي دخلت الخدمة بعام 2008. نعم. رجع عنا دخل بعدها بعام 2011 جزء بسيط، وبعام 2019 دخل 25 باص بالخدمة. نعم. فنحن كباصات تحت مسمى باصات حديثة بالشركة عنا 25 باص. أما الباصات المتبقية لعددها أكثر من 100 تقريبا، لا تقريبا أكثر من 100، فهي كلها باصات قديمة طبعا كلها بالخدمة، ولكن أيام العمل السنوية لهذه الباصات أكيد أقل من الباصات الحديثة نتيجة عمليات الصيانة والإصلاح والأعطال في منها متكررة وطويلة. نعم. فنحن عم تجري عمليات الصيانة فيهم بشكل دوري، والعمليات الصيانة والإصلاح برحبات الشركة. موجود عندنا 11 ورشة بمختلف الاختصاصات، يعني عم نغطي حوالي 90% من عمليات الإصلاح للباصات الموجودة، ولكن عندنا بعض الصعوبات اللي بتضطر عندك على مستوى العمالة. عندنا نقص باليد العاملة الخبيرة، وعم نسعى هلأ بالمسابقة الجديدة إن شاء الله المركزية لحتى نأمن كوادر فنية ذات خبرة ندعم فيها ورشاتنا. وأوقات مثلا موضوع المواد ما بتكون دائما متوفرة بشكل آني، هي من المصاعب العملائية. بس بالرغم من هيدا الشيء يعني ما عم نشوف في تأخير كتير بالتصليحات، يعني يوم يومين عم تمام. يرجع تقريبا في الباص للعمل في فينا نقول تمام. هلأ لنحكي بموضوع الأعطال. في أعطال دائما أكيد كل الأخصائيين بالآليات بيعرفوا، في الأعطال الخفيفة اللي هي العطل ممكن ياخد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى، وفي أعطال طويلة هي بتدخل بمجال المحركات، هي معروفة للكل. فهون حسب الضغط العمل بالورشات بياخد المجرى تبعه عمليات الإصلاح، ممكن الطول شوي بس عم نحاول قدر الإمكان أن نكون متابعين لهذا الموضوع بمفاصل العمل بالشركة لحتى ما يصير في زمن كبير لعمليات الإصلاح. وإن شاء الله بنندعم كوادر بتكون إلى دور إيجابي وطاقة جديدة بالشركة مشان نسرع هاي العمليات. بس بنفس الوقت نحن بدنا نحكي واقع، يعني واقع آلية عمر الزمني صار منيح، عم تشتغل باليوم الآلية 16 ساعة. نحن شركة النقل الداخلي لا توجد يوم عطلة نهائيا خلال 365 يوم، ما في ولا يوم عطلة، لا أعياد لا مناسبات ولا شيء. نحن بنشتغل بكل الأوقات وعلى مدار الأسبوع ووردتين. نعم. يعني حتى يوم الجمعة النقل الداخلي شغالة بالأعياد بالأعطال كله بشكل كامل. لهيك الباص عم يشتغل 16 ساعة باليوم، بيريح له يوم أو يومين ضمن الأسبوع، يعني يومين كحد أقصى. أما هو تقريبا يوم واحد بالأسبوع بيريح الباص مع السائقين. فهذا العمل المستمر والضغوطات اللي عم تصير بالعمل
كمان هذا الشيء بينعكس على الجاهزيه الفنيه وعمليات الصيانه والاصلاح. نعم. طيب اسمح لي استاذي الكريم روح مع حضرتك ومع مشاهدينا عبر شاشه قناه اوغاريت ومستمعينا عبر اثير امواج اف ام باستطلاع لزميلتنا ربا صقر اللي رصدت من خلاله اراء الناس حول اليه عمل شركه النقل الداخلي باللاذقيه. خلونا نتابع بالدقائق القادمه وبنرجع. ناطر باص النقل الداخلي؟ النقل الداخلي اي والله ما لنا قدرنا ناخذ تاكسي بقى، ما عاد لنا هالقدره ناخذ تاكسي مثل الاول. يعني بتنطروا بالنسبه لباصات النقل الداخلي؟ بدي انطر اجباري عني شو؟ إيه بقصد ليه يعني ليه عم تنطروا؟ ليه هالازدحام؟ ما في باصات؟ ما في باصات مثل ما انك شايفه. في اوقات عم نجي لهون ما عم نشوف شيء ابدا، اوقات عم ننطر كثير ما في، وحتى الاسلوب كمان اسلوب الشوفيرية ليه هيك عم بيحاكوا بكي؟ وغير هيك كمان ما على اساس انتم قلتوا امنتوا عدد كبير من الباصات بحيث انه ما نطلع عدد كبير؟ لا، على فكره بنكون على بعض مثل كانه هيك كبيس تماما. طب هلا بظل الكورونا ويفترض انه يكون في تباعد اجتماعي، كيف انتم عم يكون هيدا بباصات النقل الداخلي؟ عم يتطبق هيدا الشيء؟ ابدا. عم قلك لك عم نكون عن بعض الواحد عن الواحد هيك، بس ما في ابدا، عم نطلع هيك على بعض. بيكون زحمة كتير، حتى انه مثلا بيطلعوا اكثر من عدد الركاب المسموح، يعني قد ما فين يزيدوا بيزيدوا بالركاب، صح هو زحمة وهيك، بس انه بتمنى انه يخصصوا باصات زيادة على القليلة ثلاثة أربعة، يعني بيطولوا. انا دائما بطلع مثلا ساعة اثنتين ثلاثة بطلع قبل الساعة بعض، حتى بسرافش ستة. النقل الداخلي كويس كتير، بس يا بنتي هالزحمة اللي عم تصير فيه عم بتأثر على المواطن. لانه في امراض هلا كورونا ورشح وقريب وهيك بيطلع فيه اكثر من 100 واحد. ما في نقل، يعني بتضلك شي ساعه احيانا ساعتين ناطره، عرفتي كيف؟ لبين ما اجى باص ولبين ما يوصلوا على المنطقه اللي هن رايحين بكون راح الوقت. برايك شو سبب هيدا الازدحام واللي عم يصير بالباصات النقل الداخلي؟ نقص وسائل النقل، عرفتي كيف؟ والبنزين والمازوت. خطوط الريف يا ريت بس يفعلوا لنا باصات ناخلي لخطوط الريف، عم نعاني كثير بالنزله وبالطلعه خصوصا بوقت متاخر، يعني لو باص متاخر مثلا للساعه 9 للريف، لانه في عالم عم تدفع اجار تكاسي. انا اخوي كل يوم عم يطلع بالليل عم يدفع اجار تاكسي 12000 على الشلفاطيه، مع العلم انه ما بتبعد عن المدينه 7 8 كيلومتر. نحن من على طريق الحفه تبعين شلفاطيه والشير ومنجيله، منعاني من السير بقدر الامكان، يعني بنقضي ساعتين وثلاثه بعد احيانا على الطريق. يا بدنا ننزل بتاكسي يا ما بدنا نطلب سيارات تيجي توصلنا على الب... طب هلا شو مطالبكم انتو؟ شو مطالبنا؟ يأمنوا لنا باصات نقل داخلي مثلا على الخط، شايفك، وياخذوا اجار السرافيس نفسها، ما مشكله عند المواطن. يعني نحن قطاع صنفي، الخميس بيكون 100 سياره 100000 راكب هون، بس افي ولا سياره، السرافيس بتحمل حالها بتروح وبتعبى المازوت وبتضل رايحه لمده ساعتين زمان، بس عبى المازوت ابقى بيرجع، وإذا رجع بده دبل أجرته. طيب ليش بيبعطونا باصات بلدية مثل الحفي مثل الجبلي مثل القطاعات الثانية؟ شو الأسباب يعني؟ إلا هدول محرومين من العدالة يعني؟ مدير النقل الداخلي معنا بالاستوديو ببرنامج بخدمتكم،
شو بتطالبه وشو بتقول له؟ بتمنى تحسين وضع النقل الداخلي اكثر يعني مشان تخفيف هالزحمه اللي نعم. بقول له انه هو شايف المنظر، بقول له انه اذا بيأمن باصات زياده بيأمن النقل يعني مثل ما انك شايفه ما في لا باصات ولا شيء. هلا بشكل عام مشاكل نحن ما في يعني، بس الاكتري المازوت هو السبب ان عم نعبي الصبح مازوت منقطع عنا من 11 للوحده، من 11 للوحده بين ما يجي الصهريج بقلو عم يجينا مازوت كافي كان ما بينقطع نهائيا النقل الداخلي. هلا الحوافز عم ناخذ شيء 9000 ليره حوافز، ما بين حوافز واختصاص عم نلحق ال 75. هلا كانت قبل الازمه كانت تشيلنا، بس هلا الوضع شوي كانوا ازدياد غلاء معيشي اسعار كذا، هاي الصعوبه بهالموضوع هذا. طبيعه عمل ما في الا طبيعه عمل، ما عم بناخذ لا طبيعه عمل ولا اختصاص يعني. ما اختصاص قد ايه؟ 1000 1200 ليره بس يعني اضافه، اذا بنشتغل من هلا للصبح يعني شو ما اضافه مش ولا شيء يذكر يعني، ما في شيء اضافه. أستاذ الكريم تابعنا سوا الاستطلاع وأخذنا رصدنا مجموعة من آراء الناس، ولكن اسمح لي بداية معنا اتصال من السيدة مدينة حبيب. بدي أقول لك يسعد صباحك. يسعد صباحك، شكرا كثير لكم على متابعتكم الخدمية، إن شاء الله يا رب يعني نشوف نتائج. بس في مجال الدكتور مالك ماله موجود، مدير الأستاذ مدير النقل الداخلي. هلا الأستاذ مدير النقل الداخلي مدير عام النقل الداخلي موجود معنا، الأستاذ مالك رح يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي إن شاء الله بالدقائق القادمة، بس تفضلي اطرحي مشكلتك ورح نحاول نوصل للمعنيين بحلول لإلها. تفضل. يخلي لي ياك، رح أطلب هلا طلب من السيد مدير النقل الداخلي بالمحافظة إنه بس يكسرون عدد الرحلات بين اللاذقية وجبلة، لأن عن جد بكون ازدحام ماله طبيعي. نكون نحن كثير كثير مشكرين، وحرام يعني طلاب جامعة بيكونوا عند الدراج يعني بيطلعوا بشكل يعني كثير في ازدحام، وبعدين حتى بكراج الجديد كمان على جبلة. يعني حرام عم يقضي الطالب كل يومه وكل هيدا بوصل بالليل على بيته يعني. حتى نحن كمان كموظفين عندنا دوام بلادية. بعدين انا الاستاذ مالك الخير خلينا اياه، انا مقدمت له كنت راجعه دائما واحكي معه معروض جماعي يعني، بتمنى بس تصيروا معه على الهواء نتذكروا فيني انه شو صار فيه، عم تزيد الحاله اسوأ في كراجات جبلة. معروض جماعي بخصوص كراجات جبلة، معاناتنا خط حمام القراحلة في سنديانا نحن عم نعاني بشكل يعني. نعم. في سرافيس متسربه، في سرافيس ملتزمه مشكورين كثير يعني ما بيتركوا الخط ابدا. هلا في منهم بيقولوا ما عندنا مثلا مازوت، في منهم ما بنشوفهم هم مسجلين على الخط. بشكل عام يعني بعدين حتى الشرطه اللي كان من قبل يعني اذا بنحكي معهم والله نحن عندنا معاناه ممكن تدبر لنا سيرفيس نطلع طلب، كان يرد. هلا هاليومين ما دام يرد، بيقول لك والله ما فيني يساوي شيء، لا حد يرد علينا ولا فينا نطالع سيرفيس. طيب وهالناس متجمعه كلها بالكراجات اللي عم تضل الليل. نعم. وعم تطلع يعني عم نطلع على القرى مثلا بنروح على مفرق ضيعتنا، وبعدين اي حدا عابر طريق كويس وابن حلال بيطلع الناس معه. نعم. طيب يعني وصلت شكوى حضرتك اللي رح نطرحها للدكتور مالك، هي معروض جماعي بخصوص معاناه حمام القراحله بالضبط وعنده هو سنديانا. نعم. كان يعني من زمان يعني وعدني انه بحلوه، بس هلا هالايام صار أسوأ يعني الساعه 2 بهاليومين. هلا عم ساوي انا دوره كورس اعلامي بجبله، اخذت التليفون من شويه من الاستاذ بشار فقر مذيعنا. تفضلي. فيعني عمل له يعني معاناه ما انا طبيعيه، بتلتزم بالدوره كل يوم وحابيتها، بس النزله والطلع عم تعبني كثير وعندي دوام. نعم. كمان انا بلادي. نعم نعم وصلت مشكلتك، اكيد رح نطرحها هلا على الدكتور مالك الخير ونحاول نوصل لحلول. شكرا لك، وايضا الطلب اللي طلبتيه من الاستاذ طارق كمان رح يكون ضمن حديثنا. شكرا كثير لك ولتواصلك معنا. اكيد بداية يعني موضوع جبلة كنا عم نحكي فيه وقلت لك أنا نقطة يعني نحن وفق الإمكانات اللي عم تكون عنا عم نبعث، بس فعلا هو بعد الظهر عند بباب الجامعة مقابل مشفى دراج عم تطلع يعني عم يكون مثلا خروج من يمكن المحاضرة الثانية أو الثالثة عم يكون خروج كبير بأعداد كبيرة. يعني أنا مبارح كنت بجولتي شي تقريبا شي الساعة 2 موجودة هنيك بالموقع، عبت 5 باصات دفعة واحدة. فعم يكون في ضغط، بس عم نحاول قدر الإمكان نحن شو عنا إمكانات عم نسحبها لحتى نغطي فيها هذا الخط
قلت لك هو اكثر الخط عليه غزاره الخط جبل اللاذقية تماما. نعم تماما. ولكن ما زال مطلب يعني الى أكيد اليوم أكيد. نحن بمتابعتنا الشخصيه هذا الخط وباهتمامنا الشخصي اليومي يعني. نعم طيب تابعنا مع حضرتك الاستطلاع، شفنا مجموعه من القضايا اللي فعلا نحن بحاجه لحتى نتحدث فيها. تمام. اولا الضغط اللي عم بيكون على الباصات وبظل جائحه كورونا اليوم، هي عم بيكون مكان لنقل العدوى اكثر منه حمايه من انتشار. نعم. الفيروسات. خلينا نحكي بهذه النقطه بدايه، بعدين رح ننتقل لموضوع العمال وخدمات العمال ايضا. تمام. المقدمه. تمام. نعم. هلا نحن بالنسبه لموضوع الاجراءات الاحترازيه، نحن بالنسبه لنا موضوع تعقيم الباصات هذا مستمر، الغسيل والتعقيم عم نشتغل فيه بشكل كامل، وتامين مستلزمات الحمايه للعمال. بس انا لا اضبط العدد ضمن الباص الواحد ما بقدر، ما في قدره للسائق او حتى المراقب. نعم. انه يضبط العدد الموجود ضمن الباص لو كان في باصات كافيه. نعم. لانه المواطن بده يطلع بده يطلع، ما فينك تمنعيه من الصعود. صحيح. انا اسفه استاذ انا بعتذر فعلا مضطره اني اقاطعك بس دقائق قليله، لانه الدكتور مالك الخير صار معنا على الهاتف، على ما يبدو عنده شيء فهو مضطر ناخذ المكالمه هلا. الدكتور مالك عضو المكتب التنفيذي، يسعد صباحك. صباحك يا اهلا وسهلا فيك دكتور. يعني نحن دائما بننقل لك هموم المواطنين، بننقل لك فعلا الصعوبات اللي عم بيعانوها، ازمه المواصلات اليوم، الحلول وان شاء الله نحن خير من يقوم بالدفاع عن المواطنين والعمل لحصولهم على نقل امن وميسر ان شاء الله. تفضل. طيب السبيل لمعالجة هيدي القلة بالباصات وبالتخديم دكتور اليوم، شو هي الحلول المطروحة؟ شو هي الآمال الموجودة في الأفق القريب يعني لكل حدا عم يسمعنا ويشاهدنا اليوم؟ أنا أقول أنه هناك حالة جيدة جدا في النقل في محافظة اللاذقية، ولكن أقول بأن الحالة مقبولة وفوق المقبولة بين الجيد والمقبولة، وهي على الناس على المواطنين. أنا دائما أدعو الناس لاستخدام وسائل النقل الميسرة. نعم. أنا محطات القطار تستقبل في اليوم، محطة القطار تستقبل في اليوم 6 نقلات بين طرطوس، بانياس، جبلي، اللاذقية وبالعكس. نعم. أنا طلبي من المواطنين أنه استغلوا هذه الفرصة وجربوا تجربة، جربوا تلاقي بالأول مشوار نزهة بالقطار، سترون بأن النقل عبر القطار هو حالي جيدة وآمنة وأسعارها مقبولة وآمنة في كل شيء. نعم بس هيدا الخط القطار اللي عم تحدث عنه حضرتك هو بيخدم بين اللاذقية، جبلة، طرطوس، عندنا نحن مناطق الريف الأخرى اللي هي باتجاه سلنفة وغيرها اللي ورد منا شكاوي من خلال الاستطلاع، ما بعرف إذا حضرتك كنت معنا خلال الاستطلاع، هي بحاجة أدنى يعني ما عندها اليوم هي خط سكة حديدية ليخدمها اليوم. شيء الإجراءات سيدتي فضل. موضوع استخدام النقل السكك الحديدية بالنسبة للمدينة، أنا بيصير عندي فائض من الباصات والمكاري الصغيرة بحولها على ريف المدينة على ريف المحافظة بشكل كامل. نعم نعم. أنا الغاية من هذا الموضوع أنه استخدامنا للنقل لباصات النقل الداخلي على مستوى جبلي والحفي والقرداحة هي عم تاخذ حيز كبير، يعني من يعني قسم كبير من هذه الباصات لهذه المواقع. نحن وقت لما نشغل القطار وشغلناه وفتحنا مدخل جنب مديرية النقل لتسهيل تنقل الطلاب من الجامعة وإلى مركز القطار، هذا عمل كان عمل جيد جدا وعلينا أن نستغل هذا العمل. نعم. في أفضل الوقت أنا وقت بيشتغلوا 50% 60% من الطلاب فقط الجامعة بين طرطوس وجبلي واللاذقية، أنا كل مشاكل انتهت. هذه الباصات التي تعمل على هذه الخطوط وسحبناها نحن الى الخطوط من بعد ان راحوا الى قطار هيك. نعم. نحن كثير بتسهل علينا. نعم. يصير عندنا فائض من الباصات. وبالنسبه للمستقبل هناك توجه حكومي لتوقيع عقد او وقع العقد مع الصين لشراء مجموعه من الباصات بين يعني اكثر من 500 باص ان شاء الله، سيكونوا من هون الى الشهر القادم سيكونوا في الطرقات وفي الشوارع لنقل المواطنين من وإلى أعمالهم. جميل جدا هذا الكلام. بما أنه حضرتك قدمت دعوة لكل اللي هن اليوم بحاجة لوسائل النقل أنهم يستخدموا السكك الحديدية، يا ريت نستغل وجودك معنا أستاذي الكريم دكتور مالك وتقلنا أوقات الرحلات حتى العالم من خلال شاشتنا اليوم تعرف شو هي الأوقات تستفاد منها حتى تخفف الضغط على الباصات.
ستة ونص الصبح. هلا في جب في تصل إلى جبدي سبعة لربع. نعم. إيه وتنطلق في بعض الظهر تبدأ بالساعة ثلاثة. نعم. يعني هاي الموعدين بعدين كل نص ساعة في قطار تركونات قطار تسير باتجاه مقصدها. نعم نعم جيد جدا. يعني كثير مشكورين بهيدي الحركه دكتور مالك. اليوم فعلا هي دعوه كثير ضروريه للناس، بتمنى انهم يلتزموا فيها لحتى يخففوا على الباصات. ذكرت حضرتك انه تم توقيع عقد لاستقبال الباصات جديده وراح يتم تفعيلها الشهر القادم ان شاء الله. ان شاء الله يعني إن شاء حسب الله. الوعود المعطاه للسلطات السوريه من الحكومه الصينيه ان هناك ستصل خلال الشهر الاول من عام الجديد ان شاء الله يكون بعد الخير. ان شاء الله حصه اللاذقيه تكون كبيره من هيدي الباصات. يعني هي على مستوى سوريا العقد بتوقع؟ نعم العقد هو على مستوى سوريا اكثر من 500 باص حصه اللاذقيه منها. يعني هو في يمكن ستكون هناك عقود متلاحقه ولكن هال 500 باص ستساعد كثيرا في حال اشتغلنا على القطاع المشتغلنا ستساعد هذه ال 500 باص كافه المحافظات التي يوجد فيها نقل داخلي. هنا في سوريا يوجد اربع مدن فقط فيها نقل داخلي سيدتي. نعم نعم. طيب بسؤال اخير وهو ليس سؤال دكتور مالك ولكن وردنا اتصال من السيده مدينه حبيب ذكرت كانت حابه تتواصل مع حضرتك بخصوص معروض جماعي تم تقديمه معاناه التنقل الى حمام القراحله بسنديانا. ذكرت انه حضرتك تواصلت معك ولكن للتذكير انه ما عم يقدروا خلال خاصه اخر يومين فعلا ما عم يقدروا يوصلوا لمناطقهم وما عاد في حدا عم بيخدم دومن. اليوم شو هي الاجراءات المتبعه؟ هلا نحن صدقيني ما في شكوى عم توصل لعنا على المكتب الا عم نتابع. نعم. مباشره ان كان في الايام الماضيه ايام وجود سياده اللواء ابراهيم خضر السالم او السيد المحافظ او بوجود السيد المحافظ الحالي ماكي. نعم. هناك توجه بحل كافه المشاكل وحلول مباشره وهي حلول جذري. يعني على الناس ابلاغنا عن موضوع اين توجد هذه الاطال ولكن نحن علينا ان نحل هذه المشاكل مباشره. نعم. وقمنا بالعديد والعديد من تغيير نقل مكاري من اماكن قوي الى اماكن ضعيفه. نعم. واستمرت منذ بدايه المدرسه حتى الان. الحقيقه انا بشكر المدرسين والمدرسات في المدارس هم من يبلغوا عن هذه الاعطال اكثر من غيرهم. نعم. على المواطنين ان يبلغوا. نعم. وعلى المواطنين ان انا كمان ثقافه الدعوه ادعو الناس كل المواطنين لتفعيل سياسه الشكوى اليوم لحتى يوصل المطلب للمعني. نعم. حتى مخالفه صغيره يخبروا عنه مباشره. نعم. اذا موضوع السيده مدينه حبيب المعروض الجماعي كان للتذكير لحضرتك. اكيد بدي اتشكرك الدكتور مالك الخير عضو المكتب التنفيذي. ان شاء الله يا رب الامل اللي اعطيتنا اياه بالاشهر القادمه يكون هو في حلول للمواطنين. شكرا لجهودكم ويعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك وشكرا للاستاذ صالح الفوضي. الله يخليك. شكرا لك. اهلا دكتور. طيب استاذ الكريم اعتذرت من حضرتك. أوكي. بسبب ضروره اخذ الاتصال. احكي كنا عم نحكي بدايه عن الضغط اللي عم بيكون بالباصات في ظل جائحه كورونا. تمام. قلت لك انا نحن عمليه الكنترول على الباص وخاصه باوقات الذروه ومراكز الانطلاق ومراكز التجمعات الكبيره هي عمليه صعبه. هلا اكيد هلا الكل رايحين لموضوع اللقاح وان شاء الله هو الاسلم وهو اللي بده يكون بيعمل الحمايه الاكبر لموضوع الفيروس كورونا. يعني نحن عم نحاول قدر الامكان نسيطر على هالموضوع. بس انا عم اقول لك هي بدها تجاوب بين المواطن والشركه ان كان سائق ان كان مراقب. لانه اذا منعوا من الصعود كمان هي مخالفة. تمام. فنحن بده يكون موضوع شوي في ثقافة وعي بهالموضوع هذا ونحن جاهزين لناخذ أي آراء بهذا الخصوص. نعم. بس موضوع بده يكون في نقاط تجمع الازدحام الكبيرة برجع بقول لك شوي صعب الموضوع. بس ان شاء الله نحن جاهزين لاي طرح ان شاء الله. ربما من الطرح اللي ذكره الدكتور مالك اليوم بزياده عدد الباصات بيكون في حريه اكبر ربما. أكيد اليوم بالتنقل اليوم انت لما بدك تزيدي عدد لو عدد كان شو ما كان العدد من الباصات يعني نحن ما رح نحكي بارقام. محافظه اللاذقيه كمحافظه نعم بدها 160 باص. نعم. مدينه اللاذقيه لتغطيه الخطوط
اللي قادرة باصات النقل الداخلي تمر فيها وتغذيها اليوم بدي أقل شيء كحد أدنى 50 باص لداخل مدينة اللاذقية. نعم. نحن لنشتغل بتواتر جيد ومستمر وخطوط ذات سعات كبيرة. يعني سعة الخط هي عدد الركاب اللي بينتقلوا على الخط بالساعة، فلازم يكون في عندي باصات الحد الأدنى هي 50 باص. نعم. وفينا نحكي إذا بدك بأي طروحات بالخطوط كمان. نعم. نعم، بس اسمحوا لي مشاهدينا نذكر بأرقام الهواتف لكل حدا حابب يطرح مشكلته 229 200 245 294. وهلا صار معنا عبر الهاتف العميد بسام سعود رئيس فرع المرور في اللاذقية. بدنا نقول لك يسعد صباحك سيادة العميد. يسعد صباحك. ما بعرف نحن ما عم نسمع الصوت. سيادة العميد معنا. رح تابع حديثي مع حضرتك لنكون رجعنا شفنا وضع الاتصال الهاتفي مع سيادة العميد بسام سعود. كان معنا هو على الهواء وكان عم يسمعنا بس ما بعرف شو هي المشكلة. اليوم في أيضا خلينا نستغل وقت حلقتنا ونرجع للاستطلاع أستاذي الكريم. كان في مطلب من أهالي وسكان شارع الثورة بيطلبون بتخصيص باصات نقل داخلي لإلهم من الكراج الشرقي مباشرة إلى حي أنا آسفة. بس سيادة العميد يسعد صباحك. صباح الخير. نعم طيب برجع بعتذر مرة تانية ما عم نقدر نسمع الصوت. لا أنا لا الصوت واضح عندي أنا. صباح الخير كيفك سيادة العميد؟ يسعد صباحك. صباح طيب. أنا هلأ سمعتك بعتذر بجوز الخطأ من عنا. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد معي. نعم طيب بعد إذنك الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من الحوادث المرورية داخل وخارج المدينة لتحقيق انسيابية أكثر اليوم أنتم كفرع مرور يا ريت تخبرنا عنه. طبعا هلأ مثل ما بنعرف كلنا السبب الرئيسي والأهم سبب لحوادث المرور هي السرعة الزائدة. نعم. والقيادة الرعناء، وبعدين بيجينا ظروف أخرى تتعلق بفنيات المركبة بحالة الطريق بظروف الطقس يعني. أما طبعا هي السبب الأكبر هو موضوع السرعات الزائدة. نحن كفرع مرور في عنا أجهزة ضبط السرعات سواء كان بسيارات ثابتة تحمل كاميرات أو بعناصر معهم كاميرات محمولة من بيتم فرض خدمة لألون على محاور اللي نحن فينا تقييمات واستبيانات وإحصائيات عن حركة المرور وسرعتها ووقوع الحوادث عليها. نعم. مثال ما غطي هنا طريق مثلا خارج مدينة ضمن حدود إدارية المحافظة على الأستراد من دوار الجامعة باتجاه مدينة جبلة. منغطي الطريق من دوار عدن نهاية شارع الجمهورية وحتى دوار رأس شمر الشمالي أسرات كسب. نعم. منغطي طريق الشاطئ الأزرق خاصة بفترات موسم الصيف يصير في حركة غير اعتيادية على الطريق هذا. وفي عندنا كمان طريق الشارع الحسيني النازم عند الريج أمام فرع المرور تجاه خارج المدينة. نعم. هاي المحاور نحن اللي دائما نرصد إحصائية حوادث السير من خلال التحقيقات بتصير ومخططات حوادث السير غالبا هي السرعة تكون سبب رئيسي لهالحوادث. هي جهة. جهة تانية احنا نرجع موضوع الحل الفني للمركبة. نحن معظم مركبات النقل العام اللي كان بولمانات او اشباه بولمان هي اللي عم تتحدث قد تكون مانا مراعاة لبعض الشروط الفنية. كمان نحن عم نحاول من اكد على السائقين وفي تنسيق مع شرطة الكراجات ايضا كمان لتأمين للتأكيد على المالكي الباصات والشركات انه تفقد حال الفنيه المركبي كفرامل كحركه دوزان للمركبي ك يعني الامور الفنيه اللي ممكن لازم هلط هي سبب رئيسي بعد بالضبط. نعم نعم طيب كمان تفضل. انا اسفه تفضل. كمان نرجع لموضوع صيانه المركبات. حقيقه معظم السائقين او اصحاب مركبات ما بيروحوا لتفقد الحال الفنيه للسياره او صيانتها الا بعد وقوع العطل لما هو ربما الغلاء يا سيادة العميد. عفوا هو بدنا نوصل لها لأن إحنا ما بنروح على المنطقة الصناعية لمحلات إصلاح إلا عند وقوع العطل المفاجئ بالمركبة وقفت. أما الإجراء الصياني كما كنا متعودين سابقا ترى حقيقة ما عم تصير هي. نعم. كمان هي سبب رئيسي للمركبة. نعم. هلا نرجع للأسباب. في أسباب كثيرة منها موضوع النفقات وزيادة أسعار قطع الغيار و أكيد يعني نعم. في جملة نعم. الأسباب.
نعم. طيب اليوم موضوع المخالفات بحق المخالفين سيادة العميد، وخاصة بال يعني ما بيلتزموا بالدخول إلى الكراج، الالتزام بالخطوط السير لإلهم، القوانين الرادعة اليوم اللي عم يتم اتخاذها بحقهم حتى يضلوا ملتزمين ضمن العمل. هلا الحقيقة مثلا في بعض المخالفات تتعلق بالنقل العام، مركبات النقل العام. نعم. بقانون السير معظمها ترى مع فوارق الأسعار والأزمة اللي صارت ما عاد رادع بالنسبة لبعض السائقين. فنحن هون كفرع مرور اقترحنا عن طريق قيادة الشرطة والمحافظة على مجلس المحافظة تم تجديد بعض المخالفات اللي تتعلق بموضوع تأمين النقل العام. نعم. منها تصفيق الركاب من خارج الكراج، عدم وصول نهاية الخط، تغيير مسار المركب والعمل على خط آخر. كلها صار عقوبات مشددة تصل الحجز في بين 15 يوم أو بالاستبدال كل يوم حجز ب 5000 ليرة لصالح صندوق دعم الشهداء و نعم بالمحافظة. اللي بيخالفوا الشروط اللي ذكرتها حضرتك، الدخول إلى الكراج، وصول إلى نهاية الخط، تصفيق ركاب خارج الكراج، عدم وصول نهاية الخط، تغيير مسار مركبي، وعدم تأمين المواطنين. نعم. يعني عدم تأمين أو انتقاء الركاب بيشملها كمان هذه المخالفة اللي تم تشدد فيها. نعم نعم. طيب اكيد بدنا نشكر جهودكم، دائما نحن بننوه على اهميه تضافر الجهود حضراتكم كجهات معنيه اليوم لحتى نوصل لآلية سهله وبسيطه لكل الناس وتامين كل الناس. بدي اتشكرك كثير العميد بسام سعود رئيس فرع المرور في اللاذقيه، شكرا لك. شكرا لكم، يعطيك العافيه. استاذي الكريم اسمح لي بعد ما اخذنا يعني هيدا الكم من الاستفسارات نرجع لموضوع مطالب اهالي وسكان شارع الثوره. تماما. هلا هن عم يطالبوا بخط بيطلع من الكراج الشرقي باتجاه شارع الثورة وصولا الى دوار الازهري والعودة، وهذا الخط هو من الخطوط اللي مطروحة ومدروسة من قبلنا كإدارة في شركة النقل الداخلي. نعم. هو خط جيد جدا، مخدم لطلاب الجامعة صباحا من دوار الأزهري مرورا بشارع الثورة، التجمعات اللي عم تكون على مفرق الدعتور والمفرق المزار والدوار وصولا إلى جامعة تشرين، واللي متجه باتجاه الكراج الشرقي إلى خارج المدينة كمان مخدم له، ما بقى بياخد وسيلتين نقل. نعم. نحن درسنا للموضوع الدراسة تبعه أكثر مشان تخفيف المعاناة، لأنه اللي عم يضطر يطلع من الكراج عم ينزل عند الزاوية اللي ياخذ دائري الشمالي ويروح باتجاه شارع الثورة. صحيح. فهو من الخطوط اللي بده يتم تنفيذها إن شاء الله، هيدا بخطتنا أول خط عند ورود الباصات، وإن شاء الله المواضيع اللي سمعناها إن شاء الله يكون قريب ضمن خطة الشركة. يعني إجابة إلى هذا المطلب، هو ضمن خطة الشركة ومدروس من قبل الشركة، وهو خط حيوي وجيد. هلأ هون بقى بيندرس مع الدائرة الشمالي مشان نحن يكون عنا في توافق بين الخطوط. طبعا الدائرة الشمالي كمان في شغلة بدي أحكيها، الدائرة الشمالي عم يدخل على المشروع العاشر، لما عم يطلع عم يلف لفة طويلة لعند الكازية الشاطئ والعودة. في خطة مدروسة بلجنة نقل الركاب وبالتنسيق مع مجلس المدينة، أكيد لازم يصير المخرج عند نهاية الدخلة الأولى من المشروع العاشر باتجاه فرند مسرخو. هون في تنسيق مع مجلس المدينة لحتى ينفتح هذا الطريق التنظيمي ويصير هذا المخرج المروري للدائري الشمالي، مع أنه في مطلب أنه ليش ما بتخليه يروح باتجاه المدينة الرياضية ويرجع يوصل للمدينة الرياضية كونه هو عم يصل لكازية الشاطئ. هلا هو يعني بيصير بيخدم أكثر وبيريح خط الشاطئ. تمام. هلا الباص عم يوصل للدوار، اما السرفيس عم يلف عند قبل شوي. نعم. أي. حتى لو الدوار انه في مسافه في فتحه مروريه ممكن نحن نستفاد منها، دوار اخر تابع للمدينه بخدم المدينه الرياضيين. نعم. هلا لاقول لك شغله، هلا هذا بيندرس مع خط الشاطئ. يعني بيصير دراسه هالموضوع بتعزيز عدد المركبات على خط الشاطئ ان كانت سرافيس، ونحن كشركه بنصير بنزيد عدد الباصات على خط الشاطئ نفسه. نعم. تمام. اما هداك له كمان جدوى تخديميه اكبر، أكبر. من شان حي مسرخ وحي الاسد، لانه هو بيصير بيستفاد منه، بتصير الناس ما بقى بتمشي هالمسافه اللي عم تقطعها مشيا من محوري الطريق العام
طريق دمسرخو يعني اوتوستراد دمسرخو وصولا الى دوار الازهري لحتى تطلع الجامعه. نعم. هلا نحن حطينا خط عندنا باص كل ساعه بمر على حي الاسد دمسرخو وصولا الى الكراش. نعم. يعني نعمله لهذا الباص بس عن طريق عن طريق شارع الجمهوريه. نعم هي خطط مستقبليه مدروسه. لا هلا هذا منفذ بس هلا موضوع تحويل المسار هذا ان شاء الله ضمن التنفيذ يعني بالتنسيق مع مجلس المدينه وكان في انه اتصال من يومين لا يعني هذا بده يكون في طور التنفيذ قريبا. هذا بيريح الحركه المروريه بيريح بيخدم شريحه اكبر من المواطنين وحتى بيخدم اهالي الحي نفسه. نعم طيب بكونه احنا عم نحكي عن موضوع شارع الثوره واليه تخديمه بالنسبه للكراج الشرقي كان في استطلاع لزميلتنا شيرين عارف رصدت مطالب الاهالي الساكنين على شارع الثوره وعادت لنا بالتقرير التالي. واقع خدمات النقل الداخلي؟ هلا هو منيح يعني بشكل عام الحمد لله عم نلاقي، بس مثلا بالرجعة نحن هذا باص 5 وقت بكون دوامنا الظهر بنرجع الساعة 5 ما منلاقي بصراحة كتير يعني بمشوا غير خطوط أكتر. ثاني شيء كتير بيكبسونا بالسواقين بالباص يعني رجعوا لورا رجعوا لورا بتلاقي انكبسنا مثل أطرميز المكدوس. كثير عم يصير في زحمه يعني عم تطلعي احيانا عم نطلع على الباب مثلا يعني اذا بدك تنزلي على الشيخ ظاهر بتضطري تطلعي على الباب لحتى توصلي على الشيخ ظاهر وتكاسي ما خرج هلا ناخذ تكاسي. المقال هذاك بيخدم بس ما في لا مازوط ولا شيء. بنحكي لك على الامراض هيك الباص سيء كثير هلا الصراحه ما في مشكله يعني بس المشكله بالزحمه فيها الزحمه في امراض ما حدا عم يعني ما حدا عم يشوف هالموضوع انه احيانا تشوفيهم يعني خمسات وعشرات هيك تشوفيهم زاويه وحده ورا بعض مثل المكدوس مثل هالباصات كلها عم تنقل ركاب وعادي بس قليله يعني بينطر واحد اوقات كثير لحتى يجي باص وعددها قليل لازم الباص يعني انتوا عم بتقولوا كورونا وما كورونا يعني بينعجقوا العالم فوق بعضهم كيف كورونا وعلى العالم فوق بعضهم لازم يأمنوا باصات لهالعالم اكثر من هيك. سيء جدا سيء. قد ايه عم تنطري؟ تقريبا الساعه واكثر كمان. بالمدينه قليل كثير والله واحيانا عم يطول الواحد كثير لحتى يجي الباص ومثل ما حكوا البعض انه عم يكبسوه مخلل مع كل اسف للباص يعني حتى على الباب احيانا عم نضطر نوقف يعني لحتى نطلع اذا كان مشان الكورونا ولا مشان الزحمه ولا مشان العشقه. والله في زحمه كثير والله ما ننطر شوي شي ربع ساعه نص ساعه حسب بقى والسير والله كثير ما في يعني ما ننطر كثير والله بنطر بالكراج وبرجع بنزل هون لحتى اخذ دائره وروح على استراد الثوره. في ازدحام دائم خصوصا انا طلعت يعني الموظفين والطلاب يعني فتره انتهاء دوامهم بالجامعه. طيب قد ايه عم تنتظر يعني في اوقات ننطر من نص ساعه اوقات ما اكثر من نص ساعه. شو بتطالبوا مدير النقل الداخلي؟ يزيد عدد الرحلات يزيد الباصات يخدم الناس اللي بتطلع على هاي الطريق لانه في كثير طلاب جامعه كمان يعني بتاخروا بالطلعه مشان ما يصير الزحمه نفسها تضل الازمه نفسها بباصات النقل. نطالب ببص بفرز بس نقل داخلي لخط استراد الثوره. بنطلب من مدير النقل الداخلي باص يخدم اهالي اوتوستراد الثوره. يا ريت يتم تامين يعني خصوصا بهالوقت هذا انه من الكراج يخدم اوتوستراد الثوره لمنطقه يعني الازهري. والله هي صراحه خدمه سيئه كثير يعني احنا كطلاب عم نتعذب كثير وقت بدنا نروح على الجامعه وقت بدنا نرجع او بنتمنى لو يكون انه يامنوا لنا خط على استراد الثوره. بدك تفيقي قبل بساعة أو ساعتين لحتى تطلعي وزحمة كتير ما طبيعية. والله كتير سيء يعني نحن كتير عم نشكي من النقل يعني نحن بدنا ننتظر ساعة أو ساعتين ليجي الباص وإذا طلع لنا دور يعني والسرافيس كذلك الأمر فنحن بنتمنى يكتروا عدد الباصات مشان تخف الزحمة على النقل وعلى السير ومشان يقدر المواطن أنه يطلع فورا ويلحق جامعته ويلحق شغله. واقع سيء جدا، نحن كطلاب جامعة عم نطلع قبل بساعتين أو بثلاث ساعات لحتى يصير لنا باص، يعني عم نضطر ننطر بالكراج وقت طويل، بدنا إذا بيخدموا لنا باص من الكراج الجديد كراجات النقل الشرقية لأوتوستراد الثورة للضاحية للأزهري للمناطق هاي بيفيدنا كثير نحن كطلاب مشان ما نطلع قبل بوقت بساعتين مشان نلحق محاضرتنا.
كيف واقع خدمات النقل الداخلي؟ والله كتير سيء، يعني ابدا ما عم يصح لنا نطلع ابدا، فيا ريت انه يكون في خط نقل داخلي باص انه يوصلنا لصقوبين. نحن نطلب من مدير النقل الداخلي باللاذقية مقدرا ومحترما انه يسير باص نقل داخلي على شارع الثورة عصقوبين. نحن بنطلب من المدير يبعث باص بلدية من الكرج الشرقي يخدم أهالي داتور بسنادة حي الأستراد، أستراد الثورة مفرخ المزار وبالعكس. نحن بنطلب من مدير النقل الداخلي أنه يبعث على داتور باصات مشان على القليل هالطلاب والعالم الموظفي عم تروح وشي على وظيفتها وعلى الجامعة. جيبوا لنا باصة، جيب لنا الدولي باصات، أبقي بصير زحمة. العالم بدها تعيش، يعني كل العالم رايحة على شغلها وعلى وظائفها، يعني إذا ما راحت شو؟ تابعنا سوا أستاذي الكريم مطالب للناس، كنا نحن عم نحكي بالموضوع قبل الاستطلاع أنه في خطة موجودة للتخلص من هيدي المشكلة اليوم. أكيد أكيد هو مطلب محق، ونحن هذا الموضوع درسناه قبل ما يصير مطلب يعني للناس، لأنه نحن لاحظنا هي استقلال وسيلتي نقل وخاصة لأهالي حي شارع الثورة، هو عدة أحياء طبعا ما حي واحد، فهذا الموضوع ضمن الدراسة وأولوية. نعم بس نعم إن شاء الله قريبا حتكون الحلول موجودة. أيضا ما بنقدر نغفل نحن حق العمال اللي هن موجودين على خطوط النقل اللي عم يلتزموا بساعات دوام طويلة. ما بعرف حضرتك يعني تخبرنا شوي عن خدمات العمال المقدمة، شفنا كمان هن عندهم مطالب وعندهم أوجاع مثل الناس. رح نحكي باختصار، عمالنا عم يقوموا بجهود جبارة بالشركة، إن كان كعامل العمال السائقين والفنيين وكافة الكوادر الموجودة بالشركة، مشان أنا أكون واقعي، سائقين بداية عملهم صباحا من 5:30 صباحا، يعني السائق بفيق الساعة 4 الصبح بيطلع من بيته، وفي عدد كبير كتير من الريف عم يجي طبعا مأمنينهم بوسائط نقل عم يجوا على الشركة، وعليهم ضغط عمل خاصة أنت 8 ساعات عم يسوق باص ومعه عدد كبير من الركاب. نعم. وفي ضغوطات وفي كتير أمور، فهن عم يتعرضوا لضغط كبير بالعمل. ببداية السنة قدرنا نحصل على زيادة العلاوات الإنتاجية لهم بقرار من السيد الوزير. هلأ عم نشتغل على موضوع الاختصاص وتعويض طبيعة العمل مع الوزارة، وإن شاء الله يكون نتائجه قريبة. قدرنا نوصل لعدة مكافآت على مستوى العمال وخاصة المنتجين، ونرفعها للسيد الوزير مع الموافقة من اعتمادات الشركة. أكيد موضوع الطبابة إلى حد ما وضع جيد مؤمنة للعمال، موضوع اللباس كمان تم توزيعه أكيد قبل نهاية العام. وعم نحاول قدر الإمكان كل ما يساهم في تحسين الوضع المعيشي لعمال شركتنا ضمن إمكانات الإدارة ما منقصر فيه إن شاء الله. بطرح أخير أستاذي الكريم بنهاية حلقتنا، اللي هي كان إسا في محاور كتير فينا نحكي فيها، وعن آلية تقديمكم للمناطق السياحية والأرياف الأخرى. نعم. مشكورين، ولكن مطلب أخير، دائما نحن بنعرف بكل محافظة في دوار شمالي بيخدم الدائرة الشمالي، الدائرة الجنوبي بيخدم المنطقة الجنوبية من كل قطاع، إن كان بدمشق وحلب وغيرها. اليوم نحن في عنا مشكلة بالقطاع الجنوبي بمحافظة اللاذقية، وخاصة أنه هي مو مؤمنة بسرافيس، هي مؤمنة بباصات نقل داخلي ولكن ربما عدد قليل. نعم. وما عم تخدم هيدي المنطقة، واللي عم يضطر فعلا يروح باتجاه الكورنيش الغربي والكورنيش الجنوبي 8 آذار والبلد، هو بحاجة لتاكسي نظرا لعدم وجود سرافيس، قلة الباصات النقل الداخلي اليوم هيدي المنطقة. هذه المنطقة هلا نحن مخدمينها بعدد قليل من الباصات، أنا بقول لك بس هي الإمكانيات الموجودة والبنية التحتية الموجودة لحركة الباص هي. بس هلأ هذا الموضوع عم نحاول نعمل دراسة لحتى يكون في خط سير للباص مؤمن بشكل مريح. نعم. ووقتها بنقدر نزيد عدد الباصات إن شاء الله على هاي المنطقة. رغم أنه في بعض المحاور نحن بخدموا أطراف المنطقة الجنوبية، منها الدائرة الشمالية ومنها خط الزراعة وخط الكراج المشفى.
نعم، ولكن الدخول لوسط المدينة صعب، يعني الذهاب باتجاه الكورنيش هي عمل لك هلا هو من صعب. دوار اليمن انا دوار اليمن مخدمه باربع خطوط. نعم. فدوار اليمن هو مثل مركز الانطلاق للقطاع الجنوبي. يعني عم نحاول قدر الامكان دعمه باكبر عدد من الباصات. نعم. بالنهايه يعني بنهايه لقائنا اليوم، مشكور استاذ طارق عيسى. اليوم اليه الحفاظ على سياسة الشكوى اليوم والتعامل مع الشكوى لأي حدا عم يتعرض لأي مشكلة اليوم، ما توصل لكم آلية التعامل معه وأهمية ثقافة الشكوى اليوم لكل مواطن. ثقافة الشكوى هي مهمة جدا جدا جدا. نحن أول نقطة في رقم شكاوي موجود حطيناه ضمن الباصات وهلأ بعطيك إياه، هو 0987-550-510 550-510 0987-550-510 في حال أي مشكلة ضمن باصات النقل الداخلي، رسالة واتس أو رسالة نصية أو باتصال بأي وقت، هذا طبعا ضمن الدوام الرسمي. هذا الخط بنستقبل عليه كافة الشكاوى وتتم البدة معالجة فورية، أنه شخص أوقات بيحكي من قلب الباص منعالجة هو موجود بالباص، أو شكوى هي تخديمية وهي ازدحام بمنطقة كمان من عالجة ومنستقبل أي شكوى. بالإضافة لوجود مراكز للمراقبة، منها مركزين رئيسيين، عندنا مركز عند باب الجامعة الرئيسي. نعم. هذا موجود فيه كادر لاستقبال أي شكوى أو أي مشكلة وحلها على الفور، حتى إذا بده يقدم شكوى خطية لأي مشكلة صارت معه فينه يقدمها، موجودة بالمركز الإن عباب الجامعة. نعم. وفي الكراج الشرقي. نعم. نحن نتمنى أي شكوى توصلنا وأي استفسار أي طرح كمان يوصلنا لو برسالة، يعني حدا عنده طرح معين مثل هذا الطرح اللي هلأ حكينا فيه، كله بيساعدنا لحتى يكون توجه الشركة أكبر ما يمكن لخدمة عدد أكبر من المواطنين، وكونها شركة خدمية، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولين. إن شاء الله. أكيد بدنا نشكركم، بدي أتشكر وجودك معي المهندس طارق عيسى مدير عام شركة النقل الداخلي باللاذقية، بدي أتشكر الجهود المبذولة وكل آلية العمل، وإن شاء الله نحن بانتظار الأمل اللي وعدتونا فيه قريبا إن شاء الله بتحسين واقع السير ضمن المحافظة اللي بده يخدم بوقت قريب كل المواطنين. شكرا كثير لوجودك ويعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا. ايضا كمان بدي اشكر ضيوفي عبر الهاتف اللي كانوا معي، دكتور مالك الخير عضو المكتب التنفيذي، وسياده العميد بسام سعود رئيس فرع المرور باللاذقيه على تواصل معنا واطلعنا على اليه العمل وكل ما هو جديد. بدي اتشكر كل مشاهدينا عبر شاشه قناه اوغريت ومستمعينا عبر اذاعه امواج اف ام اللي كانوا معنا خلال ساعه من الزمن ببرنامج بخدمتكم. اكيد نحن متابعين ضمن المواضيع الخدمية اللي بتهم كل المواطنين لحتى نقدر ننقلها بصورة مباشرة إلى المعنيين والمحاولة للوصول إلى حلول. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.